نعرف برضو يعني كأس العالم للأندية كان بيمثل ايه الكابتن اسلام اشرف؟ لا هو كان بيمثل لنا كل حاجة. الجيل بتاعنا ده خلي بال حضرتك، اول حاجة احنا لعبنا 2004، الجيل ده تم تكوينه يعني، او الفرقة دي تم تكوينها 2004، صحيح. اول بطولة افريقية مع النادي الاهلي طبعا بالنسبة لنا. خدناها مع النادي الاهلي في 2004 2005 يعني، فكانت بالنسبة لنا ان احنا طموح ان انت توصل لكأس العالم يعني. عايزين نعرف ايه كأس العالم للأندية ده، ما حدش يعرف في مصر يعني ايه كأس العالم للأندية. كون النادي الاهلي يسافر، وكالعاده الحقيقه دايما النادي الاهلي هو اللي بيخلينا نبقى مبسوطين وفرحانين كاهلاويه يعني. فان احنا نسافر ونروح ونقعد ونشوف الحياه هناك ازاي، وكان في اليابان وكان زي بطوله عالم مصغره. صح. يعني كابتن هاني طبعا حضر وعارف الكلام ده كويس. في احنا في 2005 كانت الامور تحس ان انت في كاس عالم مصغر يعني، فكان نفسنا نروح ونفسنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي والحياه ماشيه ازاي. وتلعب في اليابان لو تفتكر في 2005 كان في اليابان، و2006 اعتقد و6 كان في اليابان. وماضي تشيرت في اليابان، وماضي كل حاجه، وماضي تشيرت كل حاجه. فكانت ايام شهيره يعني. وكانت كان طموحنا كله ان احنا ازاي نلعب في كاس العالم في للانديه، مش عارفين عايزين اجواء جديده يعني حاجه يعني احتفاليه جديده، كنتوا عايزين تشوفوا ايه يعني ايه كاس العالم للانديه.